السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. إن شاء الله سوف نتحدث عن زراعة البطيخ الأحمر وأهمية رسم بيض الفطري النحاس خلال المرحلة الأولى من الزراعة، أي من الشهر الأول من الزراعة. فكما كتلاحظوا معي الإخوان، غادي نتكلموا على مبيد فطري، فهو غني عن التعريف الأوكسيكلوريد النحاس اللي كيعتبر من الضروريات في المرحلة الأولى من الزراعة. أي زراعة يمكننا رش هذا المبيد الذي يعد أفضل مبيدات ورخيص الثمن، وله العديد من الأدوار وله العديد من الفعالية صراحة. يمكنك استعماله خاصة في المرحلة الأولى من زراعة أي محصول كالطماطم، كالبطيخ الأحمر، كالبطيخ الأصفر، كاللوبيا البيضاء، كالفلفل، كالبتنجيل، اللي كيعتبر من الضروريات بالنسبة لهذا المبيد الفطري. من ناحية الاستخدام ديالو الإخوان، كنستعملوه خاصة في المرحلة الأولى من زراعة أي نبات كيفما كان. بالنسبة غرض استعمال هذا الأوكسي النحات، فهو مبيد فطري وقائي وعلاجي في نفس الوقت. له دوران، أي أنه وقائي في نفس في المرحلة الأولى، وله كذلك دور علاجي كذلك، وقائي من الأمراض كالصدأ والعفن والبياض الدقيق، اللي كنلاحظوا أنه كيظهر العديد من الأمراض مثل الأشجار المثمرة كالعنب، كذلك كالبطيخ الأحمر، كذلك الخضروات، كذلك جميع الفواكه يمكنك رشها وحمايته من الأمراض التي تواجهها النباتات كالصدأ، كذلك الأعفن، كالبياض الدقيق، والعديد من الأمراض الفطرية. فبالنسبة لهذا المبيد الإخوان، فهو له دوران، دور وقائي ودور علاجي، يجب رشه بالرغم من عدم إصابة بأي مرض. يجب رش. بالنسبة لطريقة رشه، نقوم برشه تقريبا مرتين إلى ثلاثة في الشهر الأول، وخاصة في البطيخ الأحمر والبطيخ الأصفر، كذلك في الخيار كذلك يمكنك رشه، كذلك البتنجيل، وكذلك الطماطم. نقوم برشه في المرحلة الأولى تقريبا مرتين إلى ثلاثة. فكما كتلاحظوا معي الإخوان، نقوم برشه على البطيخ الأحمر. فكما كتعرفوا معي، هذه العلب فهو في العديد من الأنواع، يجب الحرص على أخذ مبيد فطري أوكسيكلوريد النحاس وليس كبريتات النحاس الذي نقوم بإعطائها في التربة كمطهر للتربة. يجب أخذ مبيد فطري قابل للرش وليس قابل للذوبان في التربة. فكما كتلاحظوا معايا، غادي نستعمل بالنسبة لكيلو واحد، فهو كافي لرش أي محصول كيفما كان. فكما كتلاحظوا معايا، هذا الكيس اللي تقريبا السعة ديالو تقريبا كيلو غرام، غادي نستعمله في هكتار واحد من البطيخ الأحمر. من ناحية الرش الإخوان، نقوم برشه مرتين إلى ثلاثة في المرحلة الأولى كذلك، من بعد نقوم برشه مرة إلى مرتين حتى يكتمل الحصاد أو نصف الحصاد. من الضروريات بالنسبة لهذا المبيد، يجب رشه، للثمن ديالو صراحة رخيص، وله واحد الفعالية كبيرة جدا، لكي يعتبر أنه له العديد من الأدوار كالوقاية من الأمراض التي تظهر، خاصة في ارتفاع الرطوبة. كنلاحظوا أن واحد الأمراض كتظهر فطرية، وخاصة في ارتفاع الرطوبة عفوا بالجو، كتصبح كالعفن، كالصدأ اللي كنلاحظوا أنه في البطيخ الأحمر، كذلك في البطيخ الأصفر، كذلك في العنب، وجميع الأشجار المثمرة يصيبها بعض الأمراض، وخاصة في هذه الأوقات، في شهر منتصف شهر بداية شهر أبريل ومنتصف شهر أبريل، اللي كنلاحظوا العديد من الأمراض كتظهر على النبات ديالنا. لهذا يجب الحرص واستعمال هذا المبيد، وخاصة في المرحلة الأولى من زراعة أي مرض، فهو يقلل الإصابة بالأمراض لتقريبا 60%. يجب الحرص على رشه بالرغم من عدم إصابة بأي مرض، وخاصة كاللوبيا البيضاء أو ما يعرف بالأريكو كذلك يمكنك رشه. كذلك جميع الزراعات يمكننا رش هذا المبيد الفطري، لكي يعتبر من الضروريات. يجب الحرص على أخذ أوكسي كلوريد النحاس وليس كبريتات النحاس، لأن كبريتات النحاس تعطى كمطهر الملوحة في التربة، وكذلك كمطهر لكثرة المياه والعديد من الأشياء نقوم بإعطائها في كبريتات النحاس. بالنسبة للرش، نستعمل فقط مبيد أوكسي كلوريد النحاس لكي نستعمله. فكما كتلاحظوا معايا، لكي نقوم باستعماله على الرش على الأوراق، فهو لونه تقريبا لونه أزرق إلى أخضر غامق. فكما كتلاحظوا معايا، نقوم برشه على الأوراق على هذه الشكيلة. تقريبا غادي نستعملوه مرتين إلى ثلاث مرات، نكون أكيد أن ما غاديش يظهر عليك العديد من الأمراض وعديد من الآفات، وغادي تقلل من مصاريف المبيدات إلى آخره. فهو صراحة مبيد ممتاز لأي زراعة، وخاصة في المرحلة الأولى من زراعة أي محصول. فكما كتلاحظوا معايا، نقوم برشه على البطيخ الأحمر. فكما كتلاحظوا معايا، فكيلو واحد كافي لرش رشة واحدة، وغادي نستعمله كذلك بعد 15 يوما، غادي نقوم برشه، ويفضل ويستحسن رشه تقريبا مرتين في الشهر.
يفضل رشه في المساء أفضل أو في الصباح تجنب وقت الظهيرة، لا نقوم برشه وقت الظهيرة، نقوم بخلط الماء ونقوم باستعمال سواء مضخة عالية الضغط أو مضخة صغيرة الضغط كما كتلاحظوا معايا الإخوان. وهذه طريقة العناية بالبطيخ الأحمر اللي هي صراحة سهلة جدا إلا استعملت هذا المبيد، والتوفيق للجميع الإخوان.